كثير مننا يسمع عن إصابة غضروف الركبة سواء كانت عند اللاعبين المحترفين أو عند الأشخاص اللي ما يحترفون الرياضة. السؤال اللي نبغى نجاوب عليه اليوم هو ما هي الخيارات العلاجية المطروحة قدامك كشخص يعاني من هذه المشكلة؟ هل هي دائما جراحية ولا في خيارات أخرى؟ عشان نجاوب على هذا السؤال بجواب دقيق وكون مدعوم ببراهين علمية، دورنا في كل الأبحاث اللي منشورة في العالم ولقينا دراسة جميلة جدا استوقفتني وحبيت أن أشارككم فيها. عشان تفهمون هذه الدراسة خليني أشرحكم عنها أكثر. جابوا 300 مريض وقسموهم إلى مجموعتين، مجموعة عرضوا عليهم منظار تنظيف الركبة المشهور اللي احنا نسمع عنه دائما اللي هو منظار لتنظيف غضروف الركبة، والمجموعة الثانية عرضوا عليهم برنامج علاج طبيعي فيه أكثر من 16 جلسة لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 6 أسابيع. الأهم أنهم تابعوا هذول المرضى لمدة تمتد إلى 24 شهر، يعني أسبوعين لا سنتين للي ضعيفين بالرياضيات. إيش كانت النتيجة؟ استنتجت هذه الدراسة بعد المتابعة الطويلة أن وظائف الركبة عند المجموعتين كانت تقريبا متساوية. طب ايش نفهم من هذا الكلام؟ نفهم انه انت اليوم لما تدخل عند الطبيب او عند الممارس الصحي اللي انت تراجع عنده وعندك اصابة في غضروف الركبة، اهم شيء اللي استبعدته هذه الدراسة الناس اللي ركبتهم تكون مقفلة. يعني ايش مقفلة الركبة؟ يعني لما تجي تتحرك الركبة ما تتحرك معك، ونسميها احنا في المصطلحات الطبية locked knee. إذا كنت ما تعاني من هذه الظاهرة وعندك إصابات في غضاريف الركبة أو ما يسمى بالغضاريف الهلالية، عندك الخيار إما أنك تأخذ خيار الجراحة أو أنك تأخذ خيار برامج العلاج الطبيعي.